اتصال جاهز مع الدكتور بهجت عكروش، مدير مؤسسة مبدعون، لنحكي معه عن مبدعون بشكل هيك مفصل. زينب، يسعد صباحك دكتور. صباحكم صباح الاسبوعية الرائع دائما. يسعد صباحك دكتور، يعني خبرنا اول شيء عن اخر انجازات او نشاطات مبدعون. طبعا الحمد لله نحن في وتيرة مستمرة ومتصاعدة، وخاصة أننا اتجهنا باتجاه أن يكون العمل هو الأساس انطلاقا من شعار السيد الرئيس الأمل بالعمل. نعم. كانت الفترة الماضية كانت فترة تأسيس وفترة إقامة شبكة علاقات واسعة مع الكثير من الجهات الرسمية والمجتمعية الأهلية، والآن وبعد أن أقمنا العديد من الاتفاقيات وأهمها الاتفاقية مع وزارة نعم التربية والتحضير مع وزارة الثقافة إن شاء الله بهذا الأسبوع نعم وجهات أخرى، تم طرح مجموعة مشاريع من خلال اللجان الأكاديمية الموجودة واللجان الاستشارية الموجودة في المؤسسة، وتم التوافق على مجموعة من المشاريع. في يوم الأمس كان لقاء مع سيادة وزيرة الثقافة التي دائما كانت أبوابها مفتوحة لهذه المؤسسة ولكل الفعاليات الثقافية في سوريا. تم عرض من خلال لجنة الفنون التشكيلية مشروعين ربما ندعي أنهما مشروعين رائعين وكبيرين على مستوى سوريا، منه مشروع جمالي وتجميل لأحد أحياء ريف دمشق ومشروع توثيقي لأحياء نعم. دمشق في حقبة تاريخية معينة يعلن عنها في لما نطلق المشروعين بشكل رسمي. هذين المشروعين تم الموافق عليهم من وزارة الثقافة وبالتشبيك مع مجموعات وجهات رسمية ومؤسسات رسمية إن شاء الله تعالى. أيضا هناك مشروع مع وزارة التربية، مشروع كبير جدا وسيطلق قريبا جدا أيضا خلال هذا الشهر. يعني بهذا الاتجاه نحن عم نترجم كل ما فعلناه وكل الرؤى الموجودة لمؤسسة مبدعون من أجل الوطن. نعم، يعني دكتور بهجت يمكن اليوم هيك أخذنا لفتة أو لمحة هيك عن شو جديدكم بمؤسسة مبدعون. بدنا نتشكر هيك هاللمحة البسيطة، إن شاء الله هلأ بيكون لنا لقاءات مطولة ومفصلة عن عملكم الدائم والمتجدد. كل التوفيق لكم ويسعد صباحك دكتور. شكرا لكم ويسعد صباحكم، صباح الخير وصباح سوريا. يسعد صباحك دكتور وشكرا لكم بالتوفيق.